البساطه. هذا هو علاش كتزق، هذا هو علاش كنغوت، هذا هو علاش كنهضر، هذا هو علاش كنحيح. حيت انت محتاج لان تكون عندك الذاكره ديال الاشكال باش نتعاون، ماشي باش نتعاون بهم باش نفرع الامتحان، نتعاون. راه ملي كتخدم على شي حاجه بحال هكا كيجيني التصحيح انا وكنمشي نشوف الدوكيمون كنلقى ما كاينش تما الاسد. وهاد السيد خدم الاسد، خدمو ما عندوش الدوكيمون، خدمو وطلعو واعر. الور هاد التلميذ هذا ممتاز، هاد التلميذ هذا متميز، هاد التلميذ هذا ماشي سهل. ها علاش كنهضر لكم هكا؟ خصكم تبانوا في الامتحان، خصكم تبانوا السبوعه، خصكم تبانوا متمكنين من الامتحان. السؤال اللي طرحتي الجواب ديالو اه غتوصل النيفو، غتوصل النيفو الا كنتي كتبع الفيديو حتى الاخر، الا كنتي بني كتسالي الفيديو كتنوض تعاودو باش تطبق، الا كنتي كتسمع المعلومه، الا كنتي عندك داكشي كيجري في الدم غتوصل لهادشي. اما الا كنتي غير معكاز وغير كنشوف الفيديو جوج دقائق ونوض مع شكون اللي جرني عاوتاني نمشي لعندو ولا ما غادير حتى حاجه. انا كنقولها لك تلميذ، تلميذ يا فوق، يا فوق الاستاذ ديالو بسلاوات ضوئيه في الدسه. هادي شتا بعيني الاستاذ اللي كيقريه فايتو بسنوات ضوئيه بالدسه. هذا تلميذ، هذا ماشي شبح، هذا ماشي فضائي. يعني تانتا تلميذ، تانتا غتوصل. ولكن هذا باش وصل؟ هذا انا كنت كنتبعو كنت كنشوفو، راه ما كانش كيجلس بالدسه، ما كاينش كيجلس بالدسه. شتي الا مشات حتى شي فتره، مثلا فتره عندي في الكلاس وقع فيها الركود، وقع فيها هذيك الراحه، السبات، السكات، صافي ما بقاش الخدمه. هو شاد الكارني ديالو جالس كيديسيني. شتي الا طلعتي بارازار للبوس ولقيتيه تما غتلقاه شاد الكارني وكيديسيني، الا تلاقيتيه بارازار شي قهوه غتلقاه شاد الكارني وكيديسيني. شنو كيدير هذا هنا؟ كيربي الذاكره ديال الاشكال، هنا كيربيها الذاكره ديالو ديال الاشكال باش تعقل على الاشكال، كيربيها. هذا هو اللي كيدير، بما انه كيدير هذه الطريقه يعني راه كيخدم، كيطبق، ما كيجلش. حتى انت الا درتي بحالو راه هذيك هي النتيجه اللي غتوصل لها. اما داك تكراه الخط الاول الزوج الثالث تكراه وتخمج الورقه وطاطا ما غتوصلش. ما كاينش شي حاجه كنوصلوا لها بسهوله، كلشي كنوصلوا له بصعوبه. هادو قواعد الحياه. نوض جمع راسك الا بغيتي تخدم، الا بغيتي توصل، الا بغيتي تكون ديفيرون على لي زوتر. اما الخدمه غير هكا راه ما تجيب لك حتى حاجه، ما غتستافدش. هادي في بارتي من انك توصل. جلس جلس تكالما صاحبي، تكالما وعطي الخاطر، دير في بالك هذا مستقبلك صاحبي. تكالما وجلس وطول في خدمتك، ما تكرهش، ما تنيرفاش على الخدمه، جلس وتكونسونطرا ودوز مده طويله في الخدمه. نمر هاد الاناليز عندنا لي ريغيرش، لي ريغيرش كيقول لك رياليزي des recherches graphiques pour concevoir le design de la couverture du magazine marocain Lion de l'Atlas. هنا قال لك غادي تخدم دير واحد البحث جرافيكي اللي هو بالتيسان طبعا باش نتصوروا واحد التصميم ديال الكوفرتور ماغازين ديال هذه المجله المغربيه اللي سميتها ليون دو لاطلاس. لا ديمارش كيفاش خصها تكون؟ كما كتشوفوا قدامكم في الصوره. شنو نطلب منك في لا ديمارش؟ vos recherches seront axées sur la typographie et la mise en page du nom. يعني لا typographie، نوع التيبوغرافي اللي غنخدم بها خصو يكون النوع اللي كيمثل السبور، اللي كيمثل الحركه او لا لاكسيون او لا شي كله داخل في نص الموضوع. منين غنجيبهم؟ ما غنجيبهمش من الطراس ليتر، ما غنجيبهمش داك اللي كطراس ديال الحروف، راه خصني نجيبهم من هنا، خصني نكون حافظ لا typographie. دابا انا كنهضر لك على البساطه، هذه هذه راه بساطه ديال انني نكون حافظ كلكو تيبوغرافي سولون لو سوجي. اما هي نورمالمون خصك تبدع، خصك تختار على تيبوغرافي. الا كنتي انت قارئ التيبوغرافي وشاد لا باز ديالها، يعني هنايا خصك نورمالمون، انا كنقول لك غير نورمالمون خصك تختار على تيبوغرافي. ولكن لا، انا كنقولها لك من هنا من هذا الفيديو هذا، كون حافظ لي ديسان ديال التيبوغرافي سولون لو سوجي اللي غتحتاج وغتطبقها، وتكون عارف تسميه التيبوغرافي باش كيعرفك واحد السيد مثقف ومضلع في الدومين. صافي بارك. اما باش تختار التيبوغرافي راه خصك ربعه السوايع وشوف تشوف واش تقدر تختار واحد التيبوغرافي. واش فهمتوا؟ مشاش كنقول لكم خصكم تحفظوا، تحفظوا
تحفظوا لو فيزيوال ديال الاشكال ديال الحوايج اللي نحتاجوهم في كلش، في كاع لي طروا ديزاين كلهم صافي. الو قال لك هنايا لا ميزون باج ولا تيبوغرافي ديال اليوم دلاتلاس كيفاش غتكون، بحث لي عليها. ثاني حاجه لا كومبوزيسيون اي لو شوا دي زيليمون دو فيزيوال، يعني كيقول لك لو فيزيوال اللي غيكون برينسيبال اشنو غيبان فيه، لو شوا ديالك شنو غدير فيه. وحنا كنهضروا هنايا على لي ليون د لاطلس، وكنهضروا هنا على بصفه خاصه اون بارتيكولي فوتبول ماروكان، يعني كره القدم المغربيه. شنو تقدر دير في لو ديسان ديالك، في لوستراسيون، في الواجهه ديال المجله. ثالث حاجه لا كولور او لو غرافيزم اللي غتخدم. الغرافيزم ديما كيساوي لي كولور والشكل ولا تيبوغرافي، ولكن هنا كيحدد لك لا كولور. لا كولور اللي غتختار شنو هي، راه باينه ملي كيقول لك لو فوتبول ماروكان اون بارتيكولي، راه باينه لي كولور، ما بقاش كنختارعو ولا راه لو فير اي لو روج لي كولور ديال الدرابو ماروكان خصو يكون حاضر. لا يمشي يدير لي شي واحد غوز بيبي ولا يدير لي الموف ولا، راه هي كتخربق. الا انا كيما كيقول لك داك اللي كيبغي يخرج زعما على القاعده كيكون مميز، لا ما مميز ما حتى حاجه. حنا عندنا هنايا كلشي بالحساب، كلشي بالسينيفيكاسيون، كلشي بالديفينيسيون. علاش درتي هادي؟ ها علاش درتها سولون كدا وكدا وكدا وكدا. وحتى هنا راه باين الكولور اللي غتخدم، لي كولور برينسيبال دومينون اللي يكونوا شادين المجله خصهم يتلعبوا في لو فير لو روج على حساب درابو دوله المغرب. ساشون كو لو فورما ريال دو لا كوفرتور سي اكات، يعني خصني نكون عارف بان العبار ديال هاد لا كوفرتور كتكون اكات. واخا هنايا نقدروا نقولوا انك في الفينال تقدر دير اكات، علاش غادي نقول لك باغ لا سويت، ولكن اكات غتكون مرسومه في اطروا. قال لك بور فوتر انسبيراسيون رافيري فو ا فو زيدي اي او دوكيمون دو لا باج 8 سور 8، الدوكيمون اللي كتشوفوا قدامكم هنايا. هنا واحد الملاحظه، الدوكيمون اللي كتشوفوا قدامكم هانتوما شوفوا مزيان وانا كنهضر، الدوكيمون اللي كتشوفوا قدامكم ما فيهش الحس ديال فوتبول ماروكان. لاحظتوها ولا ما لاحظتوهاش؟ ما فيهش الحس ديال هادشي، ما فيهش الحس ديال اللعابه ديالنا، التوني ديالنا، لومبليم ديال الجامعه الملكيه لكره القدم. ما كاينش الحس ديال شي حاجه اسمها كره القدم المغربيه، ولا الاجواء ديالها، ولا الصور اللي دازوا في المونديال قطر، ولا حتى حاجه. صوف لي زوتر سبور اون جينيرال. علاش كنقول لك هاد الهضره هادي؟ حيت انت ملزم انك تخدم على لو سبور اللي هو الفوتبول باركو اون بارتيكولي، بصح ما عندكش لي دوكيمون، ما عندكش لي دوكيمون، ما عطاوكش لي دوكيمون بالعاني، ما عطاوكش لي دوكيمون باش يشوفوا شنو عندك هنا. عطاوك المساعده في لي سبور اون جينيرال في لو ماروك، بصح سكي بارتيكولي بصفه خاصه ما عطاكش عليها الدوكيمون. نورمالمون انا نقرا بحال هكا، انا غنكون كننتظر الدوكيمون يكون فيه بوفال، يكون فيه حكيمي، يكون الاجواء ديال الجماهير، يكون الدرابو، يكون والدرابو هو الاخر ما كاينش. علاش كنقول لكم خصكم تعتمدوا على هذا بزاف، تكون حافظ لي فورم. انا ما غاديش نقول لك غترسم لي حكيمي من راسك ولا ترسم لي بوفال من راسك، ولكن نرسموا لعابه يبانوا دي ماروكان، يشبهوا اللعابه ديالنا مثلا بالتوني ديالهم، بلون بليم ديال الفيدراسيون ماروكان، بكذا بكذا بكذا. هادشي اللي غتجيبو وانت كتشوف قدامك الدوكيمون ما فيهش هادشي. ها علاش كنهضر؟ ها علاش كنغوت؟ راه ما يمكنش ما يكونوش عندك هاد المعلومات وتخدم هاد الكوفرتور اللي طالبين منك، ما يمكنش، امبوسيبل. غادي تخدم شي حاجه عاديه وصافي، غتحاول ما امكن دير شي، ولكن لو كان تكون عندك هنايا لي فور، تكون عندك لي فور لي كولور ديال اي حاجه عندها علاقه مع الموضوع. وانا متاكد كاينين الدراري اللي ممتازين في هاد القضيه، الذاكره عندهم الذاكره ديال الشكل، يقدر يرسم لك ان جوار مثلا ويطلع كيشبه البونو.
يرسم لك ان جوغ ويطلع كيشبه الحكيمي لزياش، كاينين الدراري دايرين بحال هكا، وهذا هو اللي بغيتكم توصلوا له. اقسم بالله الا هذا هو اللي بغيتكم توصلوا له، انا راه ما عندي الربح حتى في حاجه، انا حدي حد انسانيا كنتعامل دابا انسانيا باغيكم توصلوا لهاد النيفو. اللي ما بغاش يوصل ما نعاونوش، واش نشد ندير له السريفه ونجرو بالسيف؟ بغيتي توصل لهاد النيفو سمع شنو كنقول وتبع الفيديو وطبق، حيت راه كاين داك النوع اللي غير كيتفرج وما كيطبقش. لا في اتونسيون، هادشي راه ما فيش اللعب، هادشي راه ماشي غتفرج وغير تخدم الراسو قالت نعم اسيدي مجبد لي وكيتخدم الراس. لا لا، اتفرج سمع استلغى افهم طبق، ما درتيش هاد ثلاثه القواعد غتبقى غير متفرج فقط. هذا هو اللي كاين. انا غنرجعوا للدوكيمون، الدوكيمون خالي من كل ما هو داخل في كرة القدم المغربية، خالي الدوكيمون ما فيهش، كلشي راجع ليك. هنا عطاك هاد الجزئية هادي اللي هي برينسيبال، عطاك تصرف فيها انت، غادي يشوف كيفاش غتصرف، وكل واحد والذكاء ديالو والذاكرة ديال الأشكال، واش كيعقل على الشكل ولا ما كيعقلش، باش يطبق ويعطي واحد الكونسيبسيون اللي تليق بالمجلة ديال الأسود الأطلس، يعني بلوز أو موا، حنا مغاديش نقولو غادي واو، ولكن كوميم بعدا يكون عنده الديسا يدير أن جوغ تما، يدير شحال من حاجة، بحال مثلا ليكزومبل نعطيك مثلا، قالك لي ليون د الأطلس، واش دخلنا عليك بالله لي ليون د الأطلس ما نقدروش ندخلو شي أسد. ولي ليون طلع طلع عباد الله ما نقدروش ندخلو شي اسد. الباك جراوند لا تروازيام بلون ولا كاتريام ولا سانكيام بلون، ما نقدروش ندخلو جبال الاطلس كغرافيزم، حيت راه قال لك كولور اي غرافيزم. هنا انا كندخل الغرافيزم ديال الباك جراوند ديال لو فون، ما نقدروش ندخلو الجبال، نقدروا نقولوا الجبال ساهلين. ايوا والاسد الا بغيت نخدم بالغرافيزم ديال لو ليون الاسد، الا ما كنتيش عاقل على الاناطومي ديال الاسد راك ما غتخدمش الاسد بكل بساطه. هذا هو علاش كنزق، هذا هو علاش كنغوت، هذا هو علاش كنهضر، هذا هو علاش كنحيح، حيت انت محتاج لان تكون عندك الذاكره ديال الاشكال باش نتعاون، ماشي باش نتعاون بهم باش نفرع الامتحان. اش من نتعاون؟ راه ملي كتخدم على شي حاجه بحال هكا كيجيني التصحيح انا وكنمشي نشوف الدوكيمون كنلقى ما كاينش تما الاسد، وهذا السيد خدم الاسد خلاها ربيع القاطي الدرغام القمقام خدمو ما عندوش الدوكيمون خدمو طلعو واعر. الور هاد التلميذ هذا ممتاز، هاد التلميذ هذا متميز، هاد التلميذ هذا ماشي سهل. ها علاش كنهضر لكم هكا؟ خصكم تبانوا في الامتحان، خصكم تبانوا السبوعه، خصكم تبانوا متمكنين من الامتحان بحال هاد ليكزومبل اللي عطيتكم دابا. واش فهمتوا؟ ايوا من موراها لاباج الاولى الزوجه ديال لي ريغيرش، ومن موراها لاباج الثالثه ديال لي ريغيرش كيما راني كندوز لكم في ليكرون، الاولى والزوجه والثالثه. بحال مثلا هنايا الاولى نتوما كتشوفوا، حاول مثلا يدير السبع تما بديك الطريقه غرافيك، حاول يخدم على الذاكره ديال الاشكال ديالو من ناحيه ديال اللعابه بحال داك الكومبوزيسيون اللي كتشوفوا تما، وهذا الشيء هذا راه كله كاين ضيجه. الشيء في انك غير تكون كطالع راه ضيجه، الناس كيخدموا على هذا الشيء، وبحث بحث وشوف الناس كتخدم على هذا، على لي جوار بالديسان ديالها بلي كولور اكسيتيرا اكسيتيرا، شي راه ديجا كاين. راه يل سوفي انك غير تخضر عويناتك وتبقى مقابل هذا الشيء والتطبيق، تطبيق الحاجه تشوف هاد الديسان، ديسان دي نحفظ كما كتشوف لي ريشيرش الاولى، ومن موراها لي ريشيرش عاوتاني الثانيين عاوتاني داك السبع، ولي ريشيرش في لا تيبوغرافي اللي غنختار باش نديرها لهاد المغازين،
درابون عام سيدي بالطريقه ديال لي كولور، تفكر شي حاجه باش تعرفت ولا باش تعرف المنتخب الوطني، ديك النيه كما كتشوفها مكتوبه تما، المغرب بالتيبوغرافي اون اغاب بالنجيمه ديالها، داك الاسد، داك اللعاب اللي كيبان فرحان بالتوني ديالو، بلومبليم ماروكان، عاوتاني من موراها لاباج اخرى حتى هي كذلك ومثال فيها بزاف ديال لي ريغيرش، عاوتاني حتى في لي زوتر سبور لاحظتوا الجرافيك كيفاش دايروا، راه هذا هو اللي خصكم تكونوا فيه بهذه الطريقه، هذه تكون ممتاز ومتميز في لي كولور، في التراساج، في الجرافيزم اكسترا. هادو هما النتائج ديال لي ريغيرش اللي طبعا الليفل ديالهم طالع، انا كنقولها لكم الليفل ديالهم طالع، ديال الدراري اللي عرفتهم انا كيخدموا بواحد الطريقه مجهده. انت ما غاديش تحقر راسك وتقول فوش انا غنوصل لهاد النيفو، ولا السؤال اللي طرحتي الجواب ديالو غتوصل للنيفو، غتوصل للنيفو الا كنتي كتبع الفيديو حتى الاخر، الا كنتي بني كتسالي الفيديو كتنوض تعاودو باش تطبق، الا كنتي كتسمع المعلومه، الا كنتي عندك داكشي كيجري في الدم غتوصل لهادشي. اما الا كنتي غير معكاز وغير كنشوف الفيديو جوج دقائق ونوض مع شكون اللي جرني عاوتاني نمشي لعندو، ولا ما غدير حتى حاجه، انا كنقولها لك ما غدير حتى حاجه. هذا هو النيفو اللي كاين، وانا كنقولها لكم، انا كنقول لكم المسائل اللي كاينه، ماشي شي حاجه كنخترعوها، ولا راه الدراري كاينين متميزين مجهدين. راه نعطيك انا الدراري اللي دازو عندي، الدراري اللي دازو نعطيهم لك انا غير جمله، غادي نقول لك غير جمله غتعرف بان هادشي راه فري. تلميذ، تلميذ يفوق، يفوق الاستاذ ديالو بسنوات ضوئيه في الدسه، هادي تابعيني الاستاذ اللي كيقريه فايتو بسنوات ضوئيه بالدسه، هذا تلميذ، هذا ماشي شبح، هذا ماشي فضائي، يعني تانتا تلميذ، تانتا غتوصل، ولكن هذا باش وصل، هذا انا كنت كنتبعو كنت كنشوفو، وما ما كانش كيجلس بالدسه، ما كانش كيجلس بالدسه، شتي الا مشات حتى شي فتره مثلا، فتره عندي في الكلاس وقع فيها الركود، وقع فيها هذيك الراحة، السبات، السكات، صافي ما بقاش الخدمة، هو شاد الكارني ديالو جالس كيديسيني، شتي إلا طلعتي بارازار للبوس ولقيتيه تما، غتلقاه شاد الكارني وكيديسيني، إلا تلاقيتيه بارازار فشي قهوة، غتلقاه شاد الكارني وكيديسيني، شنو كيدير هذا هنا؟ كيربي الذاكرة الأشكال هنا. كيربيها الذاكره ديالو ديال الاشكال باش تعقل على الاشكال، كيربيها، هذا هو اللي كيدير، بما انه كيدير هذه الطريقه يعني راه كيخدم، كيطبق، ما كيجلش، حتى انت الا درتي بحالو راه هذاك، هذيك هي النتيجه اللي غتوصل لها. اما داك تكراه الخط الاول الزوج الثالث تكراه وتخمج الورقه وتعطى ما غتوصلش، ما كاينش شي حاجه كنوصلوا لها بسهوله، كلشي كنوصلوا له بصعوبه، هادو قواعد الحياه. نوض جمع راسك الا بغيتي تخدم، الا بغيتي توصل، الا بغيتي تكون ديفيرون على لي زوتر. اما الخدمه غير هكا راه ما تجيب لك حتى حاجه. تفرج الفيديو في 20 دقيقه، هو فيه تفرج الفيديو في 20 دقيقه وانت تفرج غير 3 دقائق 4 دقائق ما غتستافدش، هذه في بارتي من انك توصل. جلس جلس تكال با صاحبي، تكال با واعطي الخاطر، دير في بالك هذا مستقبلك صاحبي، تكالما وجلس وطول في خدمتك، ما تكرهش، ما تنيرفاش على الخدمه، اش فهمت؟ جلس وتكونسونطرا ودوز مده طويله في الخدمه. انا عندي هذه قاعده نقولها لك، اللي ما يجلش، اللي ما يجلش 12 ساعه في الخدمه راه ما عمرو غيتعلم. 12 ساعة طبعا راني كنهضر على انك تاخذ حقك في الماكلة، التواليت، اكسيتيرا، ولكن هكاك غتمشي 12 ساعة
عشرات السوايع، 11 ساعة تجلسها خدام. انا كنعرف الدراري راه ما يقدرش يجلس، والله ما يقدر يجلس حتى ساعة صحيحة، ساعة صحيحة ما يقدرش يجلسها كونتيني وهو كيخدم. ما غتوصلوش بهاد الطرق الدراري والبنات، اش ما يقولوش كنهضروا غير مع الدراري، والله ما توصل. الدومين ديالنا هكا داير اصاحبي، عندك ما دير. لي باج، لا باج اللي موراها عندنا فيناليزاسيون، الور كنحاول ناخد شويه من دوك لي غوشيرش اللي درت وندير واحد الكومبوزيسيون ديالي كوم سوي كما كتشوفوا قدامكم في ليكرون. صافي وجمع وطوي مريقلا لا كومبوزيسيون ديالي على حساب الدراسه ديال الكومبوزيسيون اللي درست، كنطبقها تما. اختاريت دوك لي ليون، درت قدامهم لي جوار اللي لابسين الكولور ديال لو ماروك، لومبليم ديالهم حاضر، كل شيء هو هذاك. الباك جراوند اللون ديالو راكو شفتوه، لي ليون د لاطلاس لا تيبوغرافي شفتوها، اختاريت وحده من هذوك اللي بحثت فيهم مثلا، واش فهمت؟ وكندير هاد لا كومبوزيسيون في التالي سيتو، وكنوصل لنتائج زوينه، النتائج فايته مرضيه، نجيب دي بون نوت. من موراها عندنا لاغيومونطاسيون كالعاده، لاغيومونطاسيون كتجيستيفي لو شوا ديالك، وتهضر على لا ديمارش ديالك، كيفاش خدمتي اكسيتيرا اكسيتيرا، الانسبيراسيون منين خديتي الاشكال كذا كذا، كما كتشوف في ليكرون قدامك هنايا كل شيء حاضر، كل شيء باين. يعني كما كنقول لكم ديما، لاغيومونطاسيون ملي كيوصل لها التلميذ كيكون مدقدق، درابون عام سيدي كيلكو جوار هكا، لو ليون اللي استعملت، لومبليم اكسيتيرا، لا تيبوغرافي اللي اختاريت مثلا. هذا اكزومبل، هذا جوست اكزومبل، يقدر شي واحد يدير اكزومبل احسن منه بطريقه اخرى، بريزونطاسيون اخرى، واش فهمتو؟ انا دابا هذا كنوريكم غير العمل كيفاش كيدور في الورقه ديال الامتحان، كيفاش خصو يكون في الورقه ديال الامتحان. هذا ما كان بكل بساطه، وهذا ما كان في هذه الحلقه. هذه كان معكم اخوكم الاستاذ بن حمود.